16 حلاق من أم الفحم قرروا ينضموا لحملة حلقة المدرسة علينا، حلقة هدية ل 3000 طالب من أم الفحم وضواحيها. رح ننشر أسماء الحلاقين مع أرقام تلفوناتهم، وفي إمكانية لأي حلاق بده ينضم. هذول الحلاقين قرروا إنهم يعملوا حلقة المدرسة لهاي الجمعية بهاي الوضع ب 15 شيكل فقط. أي إنسان بحب ينضم بالتبرع لهذول الأطفال لهذول الطلاب في إمكانية، رح نترك تفاصيل الجمعية مكتوبة. جمعية سناب للخير قررت ترسل أكبر كم من طلابنا للمدارس جاهزين نفسيا ومادي. لو بتعرف عائلة عندها كثير أولاد وضعها المادي مش كثير بيسمح يحلقوا الجميع، أو هذا الشيء بصعب عليهم، فقط بتبعث الولد على واحدة من هذول المحالق وبتم الحلقة مجانية بدون إحراج. الإشي عبارة عن هدية مش صدقة، الإشي عبارة عن هدية مش صدقة. بكفى تبعث رسالة لواحد من هذول الأرقام تقول له أنا باعث عندك 5 أولاد، مباشرة الحلاق رح يفهم إن هذول الحلقات هدية. مش حتما أنت، ممكن صديقك صديقتك أي حدا من قرايبكو بحب، أو ممكن شخص بخجل يبعث، فممكن تطلب من حدا آخر يبعث عنك ورح توصل الإشي ورح يوصل ابنك بدون أي حرج. الإشي عبارة عن هدية لكل عيلة غير مقتدرة فيها أنفار كثيرة، أو عيلة ظروفها ما بتسمح لها.